ناجتس الدجاج مع المكرونة بالجبن. المقادير: عبوة ناجتس أمريكانا، كوبين مكرونة أكواع صغيرة، كوب ونصف الكوب حليب، كوب وربع كوب جبنة شيدر مبشورة، ملعقة طعام زيت، ملعقة طعام زبدة، ملعقة طعام دقيق، ملعقة وربع ملعقة صغيرة ملح. للزينة: باربيكيو صوص، كاتشب، خردل. في وعاء متوسط ضع الماء المغلي، الزيت، الملح والمكرونة، واطبخي كما هو موضح خلف العبوة. في أثناء ذلك سخني زيت القلي في قلاية كهربائية واقلي حبات الناجتس حتى تصبح ذهبية اللون، ثم ضعيها على ورق نشاف واتركيها جانبا. في وعاء متوسط أضيف الزبدة والدقيق وحركي لمدة دقيقة إلى دقيقتين. أضيف الحليب والجبن مع التحريك المستمر واطبخي لمدة دقيقتين إلى 3 دقائق. أضيف المكرونة واطبخي لمدة دقيقة إلى دقيقتين. ضعي كل من صوص الباربيكيو والماستر في أكياس بلاستيكية صغيرة. باستخدام المقص قومي بعمل فتحة صغيرة في طرف كل كيس. ضعي قالب على شكل وردة في وسط طبق التقديم، ثم ضعي المكرونة في وسط القالب. رتبي حبات الناجتس حول القالب بشكل دائري، ثم قومي بتزيين حبات الناجتس بالماسترد ثم باستخدام صوص الباربيكيو لتحصلي على شكل نحلة. أزيلي القالب برفق من المكرونة وقدميها مع الكاتشب.